عم يقول ملارة من لما شفناها وهي لابسه نفس الفستان. انتوا فاتكم. اقولها البسي ابيض عشان بدي اصورها، بدي اصورها معايا فيديو تيك توك. البس ابيض. لا، فستان الافصر، فستان الافصر. لا، اولاد عمتي، يعني الحرمة اسمها اماني، هي تكون عمتي وهم اولاد عمتي اللي معاهم ابوهم جوز عمتي. ايوه، عشان احنا جينا سيارتين ف وما حد يعرف يسوق يعني من اخواتي غير انا، وانا وبابا بس، تمام؟ فما ينفع اخلي السياره واقفه. فهموني، انا نزلت ودعتش. لما انزل نزلت طبعا بنزل، بس يعني بودع ما بصور، فاهم يعني؟ مشغول يعني، ما مشغوله بدي ودعهم وما بدي اصور. بس يعني اكره الوداع، اكره الوداع. الان مين بيصرخ في البيت؟ احنا اصلا كنا متضايقين انه بيتنا هادي، كل ما نطفش نقوم نشغل اغنيه كده ونسوي مع جو مع نفسنا زي الهبل. اخر ثلاث خلايا في مخي كده نرقص كاننا اخر ثلاث خلايا في المخ. تذكرت انه احنا الان حننام لوحدنا. يا الله يحزن. لا يا ربي، دوب استوعب انه اخس. انتوا شفتوا النومه، كلنا نتنام كده مع بعض. خلاص يا جماعه، لا تبتشوني، لا تبتشوني، خليني رايقه، لا تبتشوني. اوه، اغطيتهم ومخداتهم كده، ما اقدر انام. كيف انام؟ كنا ننام هنا كلنا سوا. يا ربي، كلها 20 يوم بس احس انها 20 سنه.